هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بما اننا لسه مطولين شويه كمان في فصل الصيف، فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تكوني انيقه اكتر في فصل الصيف. اول حاجه هنتكلم عن الاوتفيت اللي متكون من قطعه واحده، يعني مثلا دريس، جامب سوت. دي من الحاجات اللي بتكون عمليه قوي وشيك قوي في الصيف، كمان مش بتاخد وقت منك وانت بتلبسي، فبالتالي هتكون انجز. ممكن كمان نضيف عليها اكسسوارز او نضيف عليها حزام عشان نزود من الشياكه بتاعتها. تاني حاجة هتكلم عليها النهاردة من الحاجات اللي بتكون عملية قوي وشيك قوي في فصل الصيف وكمان ما بتحرركيش، هو اللبس اللي بيكون واسع عليكي شوية. اللبس ده بيكون اللي هو مظبوط عليكي، بس مثلا ممكن يكون واسع شوية من الكتاف، او هو اصلا نفسه ستايله واسع او الكمام واسعة. دي من الحاجات اللي بيكون شيك جدا. في نفس الوقت نبعد تماما عن الحاجات اللي بيكون ضيقة، لانها اصلا هتحررك وهتضايقك وهتخليكي مش مرتاحة. لكن اللبس الواسع بيكون شكله اصلا شيك وانيق جدا، ده غير كمان ان هو مش هيحررك. تالت حاجة هتكلم فيها ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نقلل من عدد القطع اللي احنا لابسينها، يعني مثلا نلبس قطعة واحدة او قطعتين بالكتير. مثلا ممكن تيشرت بيزك فوقيه مثلا شيميز او فوقيه كيمونو، من الحاجات اللي بتكون عملية قوي في الصيف. كمان ان احنا لو لبسنا قطعة واحدة نحاول ان احنا ما نجيبهاش شفافة، او ناخد بالنا انها ممكن تكون شفافة او لا، عشان ما نضطرش ان احنا نلبس حاجة تحتيها. فبكده القطعة الواحدة او القطعتين بتبيننا بشكل اشيك بكتير وانيق اكتر في فصل الصيف. رابع حاجة هتكلم عليها هي الكمونو او الكارديجان، من الحاجات اللي بيكون مهمة قوي وعملية قوي في فصل الصيف، خصوصا كمان لو كان الوانها فاتحة مبهجة كده زي الالوان الصيفية زي الابيض او البيج. ولو لبست تحتيها اي تيشرت بيزك قطن مثلا زي اللون الابيض او اللون الاسود، يبقى كده خلاص الاوتفيت خلص، وفي نفس الوقت برضه هيكون شيك جدا ومش هيحررك خالص. خامس حاجة هتكلم عليها هو نوعية القماش اللي انا هلبسها في فصل الصيف. نحاول قدر الامكان ان احنا نلبس الحاجات القطن او الحاجات اللي هي كتان، لانها اصلا بتمتص الرطوبة. نبعد عن الحاجات المصنعة زي البوليستر او اي نوع قماش بيمتص اشعة الشمس، لانها هتحررك ومش هتبقي مرتاحة وانت لابساها. بعد كده نتكلم عن الالوان الفاتحه. طبعا معروف صيف يعني الوان فاتحه زي ابيض، بيج، بينك، بيبي بلو، دايما نحاول نلبسها. نبعد عن الحاجات اللي هي الغامقه، الاسود، البني، الرمادي، اصلا دي الوان الشتاء الكئيبه، فنحاول دايما نخيلها بشكل صيفي بشكل مبهج اكتر في الالوان الفاتحه. بعد كده هنتكلم عن الطرح. الطرح من الحاجات اللي بتغير شكل اللوك بتاعي خالص، يعني مثلا لو لابسه اوت فيت كله مثلا لون واحد، ممكن نلبس طرحه مثلا منقوشه نقشه خفيفه او عليها ورد بسيط، هتغير شكل اللوك بتاعي خالص. خصوصا كمان ان في الوان طرح بتكون حلوه قوي، بتدي شكل حلو للوش، سواء كنت درجتك ايه او طريقه لبسك ايه او الوان لبسك ايه، هي الطرح البيضاء او الطرح البيج بيكون شكلها حلو قوي وتقريبا بتليق على معظم اللبس. كمان لو انت مش محجبه ممكن مثلا تلبسي السكارف حوالين رقبتك او على شعرك، او مثلا ممكن تحطيه في الشنطه اللي انت لابساها. كمان الاكسسوارز البسيطه بتدي برضو اللوك بتاعك شكل حلو قوي، بتنقله من شكل ممل لشكل مبهج وحلو، خصوصا كمان ان الصيف اصلا بيحب الاكسسوارز وبيحب الحاجات اللي هي مبهجه دي، لانها بتكمل اللوك بتاعك وبتخليه اشيك وانيق اكتر بكتير. تامن حاجه اتكلم فيها هي البناطيل البيضاء او الجياب البيضاء، من الحاجات اللي بتدي لوك صيفي حلو قوي وشيك قوي، وكمان بكل سهوله تقدري تعملي لها اي ستايل على اي لون، وفي نفس الوقت هتبقى شيك ومريحه جدا وتدي لوك صيفي جميل قوي. بعد كده هنتكلم عن البناطيل الجينز. خامه الجينز نفسها من الخامات اللي بتكون تقيله وبتحرر قوي في فصل الصيف، فنحاول ان احنا لما نيجي نشتري جينز نشتري الجينز اللي هو بيكون رجليه واسعه عشان ما يضايقكيش وما يحرركيش. بعد كده هنتكلم عن الشوزات. ممكن في الصيف تلبسي السليبرز، ممكن تلبسي الصنادل، لكن طبعا الصنادل هيكون شكلها اشيك بكتير على اللوك بتاعك. تقدري برضو انك تلبسي الصنادل اللي هي بتكون مكشوفه، برضو هتخلي رجلك بتتنفس فبالتالي هتكوني مرتاحه اكتر فيها. ولحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.